بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله فطاير الموز. عندنا العجينة هي نفس عجينة الدوناتس، هتلاقوا طريقتها موجودة. هنرش على الرخامة شوية دقيق، وهنحط العجينة وهنرش عليها برضو شوية دقيق، وهنبدأ نفردها بالنشابة بارتفاع أقل من 0.5 سنتي. وخلاص كده فردنا العجينة بالسمك ده، وبعد كده هنقطع العجينة بسكينة حامية بالطول بالشكل ده، وهنقطعها المستطيلات بالحجم ده. وبعد كده هنجيب قطعة من الموز من غير ما نضيف عليها أي حاجة، وهنبدأ نحطها في العجينة، وهنقفل العجينة عليها بالشكل ده كده. والأطراف هنقفلها كويس، وبعد كده هنلفها بإيدينا كويس علشان العجينة تبقى متساوية عليها، وخلاص هتبقى معانا بالشكل ده كده. خلاص كده خلصنا الكمية اللي عندنا، وهنرصهم في صينية رشينها دقيق، وهنغطيهم من النايلون لحد ما يخمروا معانا. وخلاص كده العجينة خمرت معانا بعد حوالي ساعة. وبعد كده هنسخن الزيت على درجة حرارة متوسطة، وهنحط الفطاير وهنحمرها كويس من على الناحيتين، وأول ما ياخدوا معانا لون ذهبي بالشكل ده هنشيلهم على طول، وهنحطهم في شربات بارد تقيل وهنقلبهم كويس، وهنسيب الفطاير في الشربات حوالي دقيقتين، وبعد كده هنصفيهم كويس من الشربات. وخلاص كده الفطاير خلصت معانا، وهنقدمها بعد ما تبرد. جربوها وإن شاء الله هتعجبكم جدا.